صل على النبي. شوف صل على النبي. صل انت على النبي. صل على النبي. انا حاضر ابر. يا قاضي. اه ولا كلمة. بأمرك يا بطل. شو الاسم؟ علي العلي العلوية. طيب. شو صاير يا علي العلي العلوية؟ كنت ماشي أنا. أول شيء ما تعمل لي هيك ولا ترقص لي ولا تعمل لي إياها. كي بدون نحن هون دولة مش برا. ماشي. عرفت؟ في فرق. بأمرك. يلا. كنت ماشي انا وخيك يا اخي ولا ترقص مش عم ترقص ترقص انت خلص احكي الموضوع بدون ما ترقص يلا بامرك مهم ماشي انا وخيك مش عارف كف ما بقدر ما بتقدر يلا ماشي انا وخيك سليمان والصحفي مين هو هذا سليمان كامل حمود محامي في وينه ما كبينه بالزنزانه انتم انا استغربت ما كيف بالزنزانه تحت بالزنزانه تحت هلا نبعت وراه مهم ماشي أنا وسليمان والصحفية هي بس تصورني وثائقي أنا شخصية معروفة وكذا عفوا ما عادش تعلي ها ما حدا عم بسبس عليك ماشي شيل إيدك منا هيك أزبط صح ما وين كنت أنا ماشي أنت والصحفية وسليمان 100% ماشي أنا والصحفية وسليمان وهالصحفية بس تصورني وثائقي ليه؟ لأنه أنا شخصية معروفة أنت شخصية معروفة؟ طيب يلا كفي قوم ماشيين معي قوم يجي واحد يلطسها وهي حلوة يعني هي صحفية تعجب خاطرك صراحة يعني تلطس عرفت أنا أصلاً عم شك عليها طيب شو رأيك إنه حط اغتصاب فرد مرة لا يا وطن ما هي مش هالقد بدها يا خي أوكي عرفت كيف مهم أنت والصحفية المزة والمحامي مية واحد لطشها لطشها قمت أنا هم ما بجيب واطية لا لأنه أنا العلي العلوية وما بجيب واطية شو عملت؟ عرضت بالخماسية هيك على وجهه شفقت ربطك شو اشبك شفقتها شو بلا عم ممثل الجريمة يا وطن ما تمثل الجريمة بس احكي لي إياها ما تمثلها احكي لي الجريمة كيف ماشي عرضت الخماسية هيك ولبطة هيك ضربت على وجهه هيك رح نلاح بالأرض هو هذا عرفت كيف عمرك هو امن الارض شو قال انا ابن فلان فلان طلع ابن مسؤول بس مش ودت الدنيا من بعضها يا وطن ضربوك ولا حدا ضربني بكف وبسترة اختي ولا حدا بيطالني بكف انا العلي العلوية لو شو هون شو هن اللي عوجها شو في عوجي خلص ولا شيء كف ولا شيء ودت الدنيا بوجهي ما عرفت شو صار هلا الله العليم الله العليم يمكن لك انا على المشاكل وكذا وعيطت وشرخت يا طلع ضغطي يا اشد ضغطي انت خميت قمت عم هونيك ما عرفت ايش صار فوتونا هذا المحامي سليمان كامل حمود محامي ودكتور وعالم زرده مرحبا يا اهلا طيب انت سليمان كامل حمود اللي قال عنه مظبوط محامي طيب. بالاستاذ شو الاسم الثلاثي سليمان كامل حمود محامي بس الاسم الثلاثي سليمان كامل حمود خبرنا يا سليمان شو صار كنت رايح اشتري هذه البدلة الجديدة انا والعلوية والصحفية اللي جاي تصرفوا للعلوية ده كمان تبي وصائك انت من الضرب هيك ولا انت اصلا لا شو هي خلقة مش بس الضرب لا خلقة ايه ضربنا نحن من المحل واشتريت انا البدلة الجديدة $35 دفع ما بيعني لي فبيمر شاب عادي بيطلع فيها للصحفية اللي معنا فالعلوية بدي يعجبها بيعمل ذكر ما ذكر قدامها بيفقد لها بده يضرب الكف بيقوم بيصحى العلوية بيصحى بيقعد عليها ذاك للعلوية وبينزل فيه بكوسة بكوسة مثل ما شايف دماله عنه يا حبا انا عم سيده بلا الشاب عنه العلوية بقوم بيدعس له على خيطه للعلوية بيمرته هيك مثل الساسو ساسو صغير علوية صاب هيك بدعس العلوية انا عم شيله بيجي الشبان معه كان مش لحاله هذا اللي دعسه للعلوية بيجي انا بقول له ما حدا يمد ايده هالبدله مش فيها جلد بده يضرب على الوجه عم نزل فيه بكوسه على خيطه بكوسه على خيطه بكوسه على خيطه وقف بضل العلوي وخاض على خماسيات خماسيه من العلوي ما سحب كرامته شده خاصه ضربوه يا ابن الرصيف بالرصيف خلص يا سليمان ما شوف فيه يا خي هسه ما شوف فيه يا خي سليمان ما عم وطي صوتك بالمنظر عم يزور الحقائق لا ما عم يزور الحقائق الصراحه انا فتت فيهم اول شيء ما تحكي وسترت اختي اول كف انا قاطيه يا عمي انا ما شايف اي تزوير بالاحداث صراحه وبالروايه سليمان اللي عم يقوله منطقي اكثر من اللي انت قلته سؤال مش بحق لي تليفون ليش بدنا نستضر لك الدوله تليفون يا عمي بس بحق لي مكالمه بدك تليفون تليفون بسرعه يلا ثواني لمين عم دق للمحامي طبعا ليش رقمه هالقد انا كثير كبير هذا المحامي لو انا عم دق لبرا يعني ولا ثواني ما بدق لبرا هذا بعرف
قالوا الحزب. 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 لا لو افتح. سلام عليكم حاج. كل الحزب عم يحكوك هلا؟ كله بيردوا كله. ايه سلام. ايه حاج. حاج انا وقع بمشكله بالمخفر انا عامل ماسكر. وبشتلت اختي مش انا اللي سارقه لصندوق الصدقه. سارق صندوق الصدقه. وبشتلت اختي مش يا حاج الو. يا حاج والله الو. اعطيني انا بحكي معك. سكر. ايه. حط التليفون هون. طيب. حكم على علي العلي. يا وطن حكم مين؟ حضرتك القاضي شيء لا مش عم سهلك. لا اذا ما عم تسهلك. مظبوط معك. سؤال في استعمل تليفون مكالمة. يا اخي شو اجبك يا اخي؟ يا حقه يا حقه لا. تفضل. بالاذن. الو. الو. ايه. الحركة؟ ايه. حاج لك شو صار معي؟ صار معي معك علي العلوي. صار معي مشكل بالمخفر انا. لحظة شو انا؟ لحظة مين عم بدك انت؟ الو. مين انت مين بدك؟ انت مين مهن؟ انت مين انا الحركة، انا الدولة، الدولة والحركة مع بعض، انا باي. الو. انت عم بدق للحركة؟ انا عم بدق للحركة. ما يمكن في موصول موصولين الختام بالغلط. تشابك. يلا. محامي انا ويحق لي باتصال لانه انا عندي حصان. عندك حصانه؟ عندي حصانتين، واحدة اخذها عسل حلان عم يقدم عليها بالباع، والثانية هي حمارة صغيرة بس انا مسميها حصان. ممكن احكي تليفون؟ خلص احكي تليفون. تفضلي. تفضل. صحفية أمريكانية وفرنسية في نفس الوقت. باسورد أمريكان باسورد. أمريكان باسبورت يو مين. صلى على النبي يا وطن، شفت العلوية شو صار فيه بمضاها؟ صلى على النبي. شفت اللي قلت لك ما رضيت أنا حدا يلطفها؟ يور ثري نيم. تل ذا أوفيسر هير. نزل إجرك يا حيوان، هي الأمريكانية مش أنت يا كلب. يور ثري نيم. يور احكيها انجليزي مش محامي انت ومفروض معلم الا اسم الثلاثي. يور نيم وات از ذا فليس هير وانت يور نيم بليز جيت اس اوت فروم هير. اريد ان اخذ هذاني معي. تحكي لغه عربيه مكسره. اجل قليلا بدك انا نروح ونطلب لك انا تم بيضا. ماذا تريدين مستر؟ ديز جنتلمان ار انيسنت. بارين يعني. بارين. يجب ان يخرجوا الان. اور اي ويل كول ذا امريكان امبسي. يجب ان شو؟ يخرجوا الان. يخرجوا خلص. انا بدي اخرج. مكرجوني يا اخي. يا خيان كرجوك خلص. بس اطلع على برا. اخلاق سابين. يلا. اخلاق سابين. يلا. تكلوا على. نحن هنا في لبنان نرحب بال امريكان باسورد، وانا اريد ان اخلع هذه لاكون مدنيا. فاريد نحن هنا في ماذا تفعل؟ لا شيء. الدركة قضية تحرش وشكرا.